سمحوا لي البنات، الضوء عندي شويه قليل، ماشي عندي انا، حيت اليوم بحال الظلمه، بحال الجو مغمم، هذاك الشيء ما الفيديو ما عطاش حقه. يوم حبيباتي الصراحه والله انا توحشتكم بزاف 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 بزاف، وهادي شحال ما حطيت شي معاكم. كان عندنا واحد الفريح ديال العائله، وجاو حنا الضيوف وداك الشيء، بقينا مدهنين معاهم الحباب اللي عزازات علينا. ودابا ان شاء الله يا ربي هنا جيت باش نشارك معكم المشاريات ديالي البسيطه اللي عودتكم عليها دائما. وشكرا للمتتبعين ديالي اللي كيتوحشوني وكيسولوا عليا، انا على خير وبخير، وهنا قدامكم ضحكه لعبه. انا حبيباتي ما عمري غادي نجيب لكم الوجه اللي ماشي هو هذاك، انا عودتكم على الضحكه ديالي وعلى الابتسامه وعلى الكلام الحلو دائما. هادشي اللي غتقول تسمعوا مني حاجه خايبه عمري ما نقدمها لكم في الفيديوهات ديالي، دائما الحاجه اللي زوينه واللي غادي تفاجئنا وتفاجئكم انتما. وهنا تابعوني ان شاء الله يا ربي. ما كاين عيش جديد ديال اكسيو هاد الشهر هذا، ما كاين عيارة برا. انا كنوعدكم كاينه شي حاجات واعرين واعرين واعرين. اليوم حبيباتي بغيت نشارك معكم هاد المشاريات ديالي اللي شريت البارح من اكسيو. انتما جابوا هاد الميسات مزيونين، غادي تلقاو الثمن ديالهم في صندوق الوصف، غادي نحط لكم الاثمنه ديالهم كاملين. انتما هذاك تكونوا تقطعوا بيه الخبز ولا شي حاجه هكا، وهذه ها هي عاوتاني غزاله كبيره انتما، وفيها هاد جوج صغارين يا اربعه. والثمن مناسب صراحة الله، الثمن ديالو رائع تما رائع. شني اخر جابوا عاوتاني؟ جابوا هاد القريعات هادو، راه كانوا جابوا القريعات ديال الزيت ديال العسل، دابا جابوا هاد القريعات مدورين. تقدري تعملي فيهم الزيتون، تقدري تعمليهم فيهم الليمون محمد الا بغيتي تقطعي فيهم الليمون، تقدري تعمليهم فيهم البيستاج، اللوز، بحال التمر، بحال اي حاجه. راه كيتسدو مزيانين هانتوما، شوفي كيفاش كيتسدو، ما كيخليوش النفس تخرج هانتوما، زوينين. وتهما الثمن مناسب، انا جبت خمسة. علاش جبت خمسة؟ هذا بقى انا غنبدل الكوزينه ديالي، انا عملت داكشي ذهبي مع هاد الطاجين كنت شريت معاكم مره اخرى، جبتهم باش نعملهم هكا. انا ردت لي هادي، ردت لي خمسة وتقالين. هانتوما انا بغيت نعمل لهم هكا، هكا شحال ما نقدرش حاجة زوينة كاينة ولا ما كاينش. انا عمري ما قدمتكم شي حاجة اللي خايبة وما تعجبكمش، انا عجبوني اي دخلت لقيت قلت صافي هادو عجبني. اي حاجه قدمتي فيهم، اتاي القهوه، عملتي فيهم مملحات، زعما كصالحين كلشي، اذا عملتيهم في الكوزينه شي حاجه هو، ومع هادو غيكون فيهم مملحات ولا قهوه ولا اتاي، ومع الاخرين عاوتاني يكونوا فيهم قريعات الزيت، وهيجيو هادو. يا سلام يا سلام يا سلام. مي كاين الحبيبات ديالي الحاجات الزوينين داخلين غاديين يدخلوا. وجابوا هاد الطويصات، ها نتوما واش كيبانوا لكم ولا لا؟ هادو عاد جبتهم البارح، جابوا الفضي وجابوا الذهبي. انا جبت 6، عارفني انا البنات ما كنجيبش غير شويه، اما نجيب 6 ولا ما نجيبش كاع. صراحة الله ما بيش هادشي هذا كله، انا بيا عندكم وتوحشتكم، بغيت نسمع الاصوات ديالكم،
هادي شحال ما دخلتش معاكم، انا عارفه راسي عيقت بزاف ولكن دابا حبيباتي من هنا الفوق ماكينه عقرب الراس. هانتوما جبت 6 البنات زوينين مذهبين، هكا يجيكم مع شي حاجه شي ترموتشروه مذهب يجيكم اصفتي معاهم. هالشريطه حلوين، جابوا الفضي انا ما بغيتش الفضي، انا كنموت على الذهبي 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 وصل عندي. الذهبي كيجي عنيق يا البنات، صافي الحطه كيجي واهب. جبت هاد الشيكولا هانتينا مزيون، هكا يجي عندك شي واحد تعطيها له هكا في يدو مزيونه. المره اخرى جبتهم كله فرقتهم، دابا عاوتاني جابو في الذهبي. كيما تكوني مزينه الطابله ديالك تحطيهم تما زوينه الخاصي. وجابو هاد الشفرين اللي كيكتب الشفرين، هادو راه واعرين تا هما جابوهم رخاصين، فيهم المرايا فيهم الكره كلشي. الاثمنه من بعد غادي نحط لكم هاد الشي ديال اكسيون. هندوز الكاديزي، الكاديزي يا البنات دخل شي حاجات واعرين واعرين واعرين. دخل هاد الطباسل راه تقريبا بحال هادوك اللي جابو في اكسيون، مي هادو كبارين يا البنات. هانتوما هادو الصراحة بالله ماشي انا اللي شريتهم، جابتهم لي واحد الغزالة واحد الدياماندا ديالي نجاة حبيبتي، كنصيفط لك التحية خلي لك ربي وليدات في الجو ديالك ويطول لك ربي في العمر ويخلي لك الوالدة وربي يشافيها لك. هانت شابكي هذا كبير 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 يا البنات، كتعرفوا كبير وراه كبير بحال القصعة. تقدروا تعملوا فيه كسكسو، تقدروا تعملوا فيهم أي حاجة، الفاكية الفروي صالح لكل شيء صراحة بالله. جابتهم لي مسكينة، جابت لي جوج، مشات لكاديزي وجابت لي جوج. هانتوما نجاة كنتمنى لك السعادة والتوفيق والهناء يا حبيباتي راه انت عارفة راسك شحال عزيزة بلا هادشي، انت دايما عزيزة. هادو ديال كاديزي راهم ما دخلوهم البنات، ماشي ثمن غالي شوية، واش ما عرفاش الثمن ديالهم نيشان. نقول لك 16 اورو الواحد، نقول لك 15 اورو الواحد، نقول لك 19. المهم غادي نقول لكم الثمن ديالهم شحال. راه جابوهم في النوال، جابو هاد الذهبي وجابو كولور اخر. هادو ديال اكسيون ودير كاديزي. دابا ندوزو عند الهواري، عند الهواري يا البنات راه سيرو عندهم، عندو ديك الشي كي حمى بلا ما تمشيو تسريتو برابا هو عفانة غتمشيو عندو. جاب ديك الشي كيهبل، جاب هاد السخينات. انا هذا ماشي لي هنا المغرب، غنصيفطو المغرب. زويون عجبني ماشي غالي 9 اورو. هانتوما كيمشي في البوطات كاملين، ها الصبارة كيصبر بحال ديك السخاف لي كانو قبال. زويون كنت دايزة وشفتو حاطو وقلت علاش منديش نصيفطو للمغرب، كيعجبوهم بحال هادشي. هذا من عند الهواري راه دخل شي حاجة واعرين، دخل داكشي كلاس كلاس كلاس. وجاب هادو ديال المشاور فيهم معلقة فيهم موس فيهم فرشيطة زوينين، تسمي فيهم رولات الكاغيط هكا كتحطيه فوق الطابلة زوين عانق. ولا البنات هادو هما المشاريات ديالي اليوم، قلت علاش ما نشاركوش مع الحبيبات ديالي، انا عوضت دائما كنحطو شي حاجات. دابا ان شاء الله يا البنات غنخليو اكسيو وغنخليو كلشي وغادي نبداو بالكوزينه. انا يا البنات غادي نبقى نعمل معاكم كل نهار، غادي نحط لكم وصفه
تابعوني البنات، اي حاجه بغيتوها وطاحت لكم على العقل بغيتوها دخلوا معايا في الاتليزي وغادي تشوفوا ديك الشيء اللي بغيتو. البنات اللي باغيين يتعلموا ويتابعوني في الكوزينه كل نهار غادي نحط لكم حاجه. غنبقى نحط لكم الصباح نقدم لكم الفطور، الرغيفات، الحرشات، ديك الشيء اللي كيصلح للفطور. الغداء عاوتاني نبقى نقدم لكم الشهيوات اللي بغيتو كل نهار، شنو نقدم لكم الشهيوات. الشهيوات اللي كيكونوا دغيا الناس اللي خدامين وبغاو عيد يديروا شي حاجه بالزربه، شي حاجه اللي كتوجد دغيا، شي حاجه اللي سهله، شي حاجه اللي كديباني بها. المهم هادشي كله غادي تلقاوه عند كنيزة الهيشة ان شاء الله يا ربي. انا نهار النهار غادي نبدا معاكم داكشي كيزينا الخبز، كاع الانواع ديال الخبز اللي بغيتوها. المهم كوزينة، اي حاجه كتتعلق بالكوزينة غادي تلقاوها عندي. وقولوا لي البنات واش بغيتو نكمل معكم الكوزينة ولا بغيتو نكمل معكم.